يا مجيني من عواتق يا تريد بيت محلى من عين تضلي وتباتي سالي ابو الخطر هاني بغير تفيت. الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين اليوم هو اليوم العالمي للمرشد السياحي، وهذه المناسبة تم في إطار شراكة مع جمعية عبد الله الشليح لهواة الملحون بمدينة مراكش نحتفي بفن الملحون هذه السنة باعتباره فنا تراثا لا ماديا. وكما تعرفوا أن فن الملحون تم تصنيفه مؤخرا من طرف اليونسكو كتراث لا مادي، بهذه المناسبة فاحنا اختارينا هذه السنة أن يكون الاحتفاء بهذا الفن. كما كتعرفون أن المرشد السياحي الدور ديالو هو إشعاع الثقافة المغربية، ومن بين الثقافة هو التراث اللامادي. وبهذه المناسبة هذه تنبغي نحيي جميع المرشدين وتنهنيهم بيومهم الوطني العالمي بيومهم العالمي، وكنشكرهم على الدور ديالهم اللي تيقوموا به في الإسهام في الترويج للسياحة بالمغرب. شكرا. السلام عليكم، موقع العربي .com، الشيخ محمد كمال الكاتب العام لجمعية عبد الله الشليح لهواة الملحون. احنا اليوم في اطار شراكة مع جمعية المرشدين السياحيين لجهة مراكش في اطار نشاط يقوم به سنويا بمناسبة الذكرى السنوية للمرشد السياحي. هذه الذكرى فهي على الصعيد العالمي، وجينا نحتفلوا معهم في اطار شراكة، وفي نفس الوقت باننا احنا جينا باش نعرفوا بطرب الملحون ونعرفوا به المغاربه بصفه عامه والمراكشيين بصفه خاصه، وبالخصوص الان احنا في ساحه جامع الفنا. وساحه جامع الفنا معروفه بانها كانت تضم حلاقي وحليقات ديال 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 فن الملحون. السلام عليكم، معكم امل تمار مرشده سياحيه. احنا الان مع الزميلات والزملاء ديالنا كنحتفلوا باليوم العالمي للمرشد. انا كنعتبر المرشد ركيزه من ركائز الاقتصاد الوطني، وهو السفير ديال بلاده في بلاده، والمرشد يعني كيعطي واحد الصوره جميله للبلاد ديالو، يتكلم عن الثقافه ديال البلاد ديالو والعادات والتقاليد. وبالنسبه لي انا شخصيا يعني فخوره نكون سفيره لبلادي في بلادي ونكون مرشده ونعطي واحد الصوره جميله لبلادي اللي هي ان شاء الله من حسن لاحسن، والله يحفظنا ويحفظ بلادنا وان شاء الله نعيشوا في سلم وامن وامان. سياحي في مراكش الحمد لله، عندنا باقي السياحه وعندنا الناس فرحانين بينا وعندنا الناس تبارك الله. مراكش راه مرحبا اللي جا والسياحه، هذا النهار داين هذا النهار زوين في السياحه وفرحنا، وانا دايزه سبحان الله لقيت هذا الشيء وفرحت مراكش وبلادي. ومرحبا بكم في مراكش، وراه عندنا السياحه زينه والبلاد راه زينه. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.